يسود منطقة القبة طرابلس غضب عارم وقطع لعدد من الطرقات بعد معلومات عن غرق عدد من الأشخاص من أبناء المنطقة ووفاتهم لدى هجرتهم عبر البحر من لبنان إلى قبرص هربا من الأوضاع الاقتصادية المتردية. وبعد تواتر معلومات عن فقد الطفلين سفيان محمد محمد ومحمد نظير محمد وشاب يدعى شادي إثر انتقالهم بأحد زوارق الهجرة من طرابلس إلى خارج لبنان، عمد أهالي المفقودين إلى الاعتصام مطالبين الدولة بالتدخل والتقصي عن مصير أبنائهم الذين توزعوا بين موقوف وميت ومفقود. نطلب البحث عن هدول المغرقين بالبحر، نطلب البحث عنهم. أنا أولادي أولاد أخي أولاد عمي طفلان، ابني ميت وابن بنتي ابن ابني بنتي ابن هذا كمان عم بتموت. نطلب نحن انا من وقت ما اروح احكي مع اللجنه الامنيه مع المخابرات مع الامن العام مع خلينا جاهز على كلمه ما بعرف. يا اخي شو بتعرف؟ بتعرف اذا واحد ضرب خدك كف بتعرف او اذا واحد سرق بالطريق بتعرف؟ ما خلينا جاهز امني ما بلغناه على كلمه ما بنعرف. مطلوب من رئيس الجمهوريه ومن رئيس الحكومه المكلف ومن دوله الرئيس الشيخ سعد الدين الحريري ومن كل السياسيين ومن كل المواطنين اللبنانيين التحرك فورا والضغط بالشارع للضغط على الدولة اللبنانية الفاشلة المدمرة لشعبها، التحرك والضغط عليها على القوات البحرية بالتنسيق مع اليونيفيل عسى وعلى نلاقي شادي ومحمد عايشين لأنه هن لابسين فواشات. في نظير نزار محمد ومرته زينب القاق ومعهم اولادهم وطفلهم ميت دفنوه بايديهم، ليش محجوزين بالبور؟ لا فال موت اسه عصلة قبر، اضافه على ذلك محجوز معهم محمد سفيان محمد كمان اللي دفن ابنه بايديه وكبه على البحر للسماك تاكله لانه طلعت ريحته، ليش تركينه بالبور لهلا؟ انتوا جماعه ما بتخافوا الله. واعلنت قوات الامم المتحده العامله بجنوب لبنان اليونيفيل انقاذها 36 شخصا على متن قارب خارج المياه الاقليميه اللبنانيه ونقلهم الى بيروت، ولكنها افادت بان احدهم كان قد توفي. والقارب يعود الى مهاجرين غير شرعيين كانوا قد انطلقوا قبل أسبوع من منطقة المنيا شمال لبنان يوم الاثنين الماضي باتجاه قبرص. وبحسب مصدر أمني لبناني فإن بعض أهالي المهاجرين تواصلوا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وأبلغوها فقدان الاتصال بركاب القارب الذي يضم نساء بينهن امرأة حامل وأطفالا ورجال.